أيام حاسمة تنتظر الرياضة الكويتية، وأجواء التفاؤل تتصدر المشهد مع الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وتفاعل معها النواب والحكومة لعقد جلسة خاصة الأحد المقبل بهدف مناقشة قانون الرياضة الجديد والتصويت عليه. جلسة المجلس تسبق اجتماعا حاسما للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعقد في الرابع من الشهر الجاري، وسط تفاؤل بقرب رفع إيقاف مجحف تجاوز عامه الثاني. القانون الجديد الذي خطت بنوده وفق المعايير الدولية كان ثمرة عمل مشترك للأطراف المحلية ذات الصلة مجلسا وحكومة، وأطراف رياضية سعت للعمل على رفع الإيقاف الرياضي رغم محاولات التعطيل وعرقلة انعقاد الجلسة. فعلى وقع أجواء التفاؤل، حذرت أصوات نيابية من مساع لعرقلة رفع الإيقاف، مؤكدة أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل. كل ما قربت المسألة للحل يأتي هناك من يضع العصات في العجل حتى يفرمل ويعرقل ويؤخر ويعطل ويؤجل أي محاولة لإيجاد حل لهذا النفق المظلم من الإيقاف. هذا ما سنناقش يوم الأحد، مشروع بقانون مع 6 مقترحات كلها مختصة في رفع الإيقاف. هذا القانون يعتبر كذلك من العاجل من الأمور، لأنه لو ما صوتنا عليه حاليا وطافت المدة 24/12 راح نكون ذلك ما زلنا في موضوع الإيقاف. لذلك الرئيس وجه دعوة لجلسة طارئة يوم الأحد القادم بإذن الله للتصويت على قانون الرياضة الجديد، وبعد ما نقر هذا القانون بإذن الله نبشر الشعب الكويتي برفع الإيقاف. وزير الشباب بالوكالة خالد الرضان كشف عن مستجدات إيجابية وجيدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتم توضيحها في الجلسة الخاصة بالرياضة يوم الأحد المقبل. كانت مستجدات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإن شاء الله سوف نتكلم وهي مستجدات إيجابية وجيدة بإذن الله سوف نتكلم في الجلسة. الجلسة القانون يجب أن يقر قبل هذا التاريخ لكي يتنسى لنا اتخاذ كافة الإجراءات الكاملة، وبإذن الله هذه كلها خطوات يعني تتجه إلى محاولة رفع الإيقاف. بإذن الله هناك تعاون كبير وجيد، وهناك بذول جهود كبيرة بذلت في الفترة السابقة، وهناك تجاوب كبير جدا من الاتحاد الدولي. تطلع النيابي لإقرار القانون في الجلسة الطارئة، وتفاؤل بتتويج هذه الجهود في ظل تجاوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم مع جهود رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي.